نروح مع حضراتكم لخارج القاهرة وأخبار خدمية كتير شهدتها المحافظات. محافظة القليوبية أطلقت المرحلة الرابعة من المبادرة الرئاسية صناعية مصر، وفي محافظة مطروح تم تشكيل لجان إضافية لتذليل معوقات أعمال التصالح داخل المراكز والمدن. أما في سوهاج فتم البدء في التشغيل التجريبي لقسم جراحة العظام بالمستشفى العام، وفي المنيا تم اعتماد المشروعات الفائزة في مبادرة المشروعات الخضراء الذكية. تفاصيل وأخبار أكثر في سياق هذا التقرير. أخبار خدمية كتير شهدتها المحافظات. محافظة القليوبية أطلقت المرحلة الرابعة من المبادرة الرئاسية صناعية مصر بالتنسيق مع جامعة بنها ومديرية التربية والتعليم بالقليوبية، حيث تعد أحد مظاهر اهتمام الدولة باستغلال الموارد الطبيعية ودعم الموارد البشرية للارتقاء بالمنتج المصري وبالمنتجات اليدوية والتراثية المصرية. أكدت محافظة مطروح أنه تم تشكيل لجان إضافية لتذليل معوقات أعمال التصالح بمراكز المدن والمتابعة اليومية لأعمال لجان الأمانة الفنية وبيان ما تم فرزه من ملفات مقدمة، وتم زيادة عدد اللجان بمركز مطروح لثلاث لجان للعمل على سرعة البت في الطلبات المحالة ووضع تعليمات بالمراكز التكنولوجية. أعلنت مديرية الصحة والسكان بالدقهلية توقيع الكشف الطبي على نحو 814 مريض بمركز ميت غمر ضمن فعاليات أول قافلة علاجية بالمبادرة الرئاسية بداية، وتضمنت القافلة تسع عيادات هي بطنة وأطفال وجراحة وجلدية وأنف وأذن وأسنان ونساء وتنظيم أسرة ورمد وعظام. اعتمدت محافظة الغربية الأحوزة العمرانية لـ 62 قرية تابعة لمراكز المحلة الكبرى بسيون، زفتة، طنطا، كفر الزيات، و27 عزبة تابعة لمراكز بسيون، زفتة، سمنود، طنطا، قطور، كفر الزيات، بالإضافة لتحديث واعتماد الأحوزة العمرانية لـ 79 قرية تابعة لمراكز الصنطة، المحلة الكبرى، زفتة، سمنود، طنطا، كفر الزيات، و13 عزبة تابعة لمركز المحلة الكبرى. أعلنت مديرية الصحة بسوهاج الانتهاء من تطوير قسم جراحة العظام بأفضل الأجهزة الطبية الحديثة والعمل على بدء التشغيل التجريبي بناء على توجيهات تطوير الأقسام والخدمات المقدمة للمواطنين من خلالها بالمستشفيات. اعتمدت محافظة المنيا المشروعات الفائزة في الدورة الثالثة لعام 2024 من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية البالغ عددها 16 مشروع، وده تمهيداً لتصعيدها للمنصة الوطنية لتقييمها من قبل اللجنة العليا المختصة باختيار المشروعات الفائزة على مستوى الجمهورية، وبلغ عدد المشروعات اللي تقدمت على منصة المبادرة 157 مشروع بشكل عام. في البحر الأحمر أعلنت مديرية الغردقة وصول 10 أتوبيسات جديدة للنقل الجماعي تم التعاقد عليها مؤخراً لتسهيل حركة المواطنين والطلاب مع اقتراب العام الدراسي الجديد، ومن المقرر أن يتم تخصيص هذه الأتوبيسات للأماكن الأكثر ازدحاماً واحتياجاً بهدف توفير وسيلة نقل آمنة ومنظمة تخدم الطلاب للوصول بسهولة لكليتهم ومدارسهم. أعلنت مدينة كفر الشيخ إجراء القرعة العلنية للباعة الجائلين بحي غرب كفر الشيخ، وذلك لتسكنهم في بكيات السوق الحضرية المطورة بأرض الثقافة القديمة بحي شرق كفر الشيخ اليوم الخميس، وبيقام سوق كفر الشيخ الحضري المطور على مساحة حوالي 3000 متر مربع للخضروات والفاكهة والسلع والمواد الغذائية والخردوات والمنتجات المتنوعة بشارع صلاح سالم بمدينة كفر الشيخ، وده لتوفير احتياجات المواطنين وحفاظاً على المظهر الحضاري. فأسيوط أعلن مستشفى الإصابات والطوارئ بجامعة أسيوط عن إجراء 1901 عملية جراحية خلال شهر أغسطس الماضي، كما تم توقيع الكشف الطبي على 4844 متردد على العيادات الخارجية خلال شهر أغسطس الماضي، وتم تسجيل 351 حالة دخول بالأقسام الداخلية.